كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. من واحد الكونسيبت على سيتوين من الكوز كيف درنا اليوم لونسمون ديال يانا نبداو لا بروميير اديسيون اللي غتكون شاك اني وشاك اني غادي نستقبلوا لي غران زونتربرونور دي رويوم وغادي يكون حنا غادي يكون واحد لا رونكونتر دو موتيفاسيون انت هاد لي غران زونتربرونور و لي جون انتربرونور ديال المدينه و ديال الاقليم. وكما تشوفوا معنا اليوم كانوا معنا دي جون انتربرونور دي فام انتربرونور دي جون ايتيديون اللي حتى هما ان شاء الله يقدروا يولوا دي زونتربرونور ناجحين. والجديد في الامر كما تعرفوا انه الصويره كجماعه غادي تستافد ايضا من هذا المشروع ديال اوراقي. واللقاء ايضا اليوم كان من تنظيم الاتحاد الوطني للمقاولين الشباب هو مركز كيدل، وكما راينا انه كان عنده طابع بيداغوجي اللي في لقاء ديال المستثمرين الشباب في مدينه الصويره وفي الاقليم مع المستثمر ومع رائد الاعمال طارق فضلي، انه حاول بالفعل يقرب هاد الشباب من التجربه الكبيره اللي خادها هاد المقاول المواطن والمقاولة المواطنه، باعتبار ان بخبرته في الولايات المتحده وايضا بمنصبه في مايكروسوفت فضل انه يرجع للمغرب ويستثمر في لو ديجيتال في الرقمي في الادارات العموميه وفي المرفق العام وفي الخدمات. ولذلك نعتبر ان هذا اللقاء من اللقاءات اللي يمكن تحفز المستثمرين الشباب في المدينه وفي الاقليم على انه يشوفوا يتبعوا هذا النموذج ديال طارق فضلي، وايضا انهم يكونوا في الطريق السوي من اجل تطوير اعمالهم ومن اجل ايجاد مناصب شغل سواء لهم وايضا للطاقات الشابه والحاملي الدبلومات وايضا في اطار المتتبعين للاستثمار في المدينه وغيرها. اليوم كان عندنا واحد اللقاء كيدور بمقاولات عالم المقاولات بالنسبه للشباب، اللي تشرفت بهذا الاستدعاء باش نجي لمدينه الصويره ونتكلم مع الشباب اللي باينه في عينيهم بالله باغيين يدخلوا لهذا المجال ديال المقاوله، وبارطاجيت معاهم شويه ديال الاكسبيريونس اللي عندي وكان واحد التفاعل معاهم. والحمد لله كنشوفوا هاد لي زورغانيزاسيون اللي خدامه وتتسهر باش تشجع على هاد الشباب باش يتيقوا في نفوسهم ويبداو واحد المقاوله ويبداو واحد التجارب وما يخافوش من الفشل ديال التجربه، لان الفشل كيبقى واحد الدرس. دونك هذا كان شرف كبير بالنسبه لي انا باش نشارك في هذه التظاهره، وسيرتو كما قلت في مدينه الصويره وفي بيت الذاكره اللي هو واحد المحل الحافز بالتاريخ. دونك كنتمنى ان شاء الله بحال التظاهرات يبقاو